ايه يا شباب، مساء الخير. طلاب المساحة جميع المستويات، المستوى الأول والتاني والتالت والرابع. امتحاننا ان شاء الله بإذن الله الميد تيرم يوم 21/11 السبت الجاي ده، لا اللي بعده. طيب، في بعض الحاجات كده لازم تتعمل. أول حاجة إن كل طالب سواء أولى أو تانية أو تالتة أو رابعة بيدخل بالباسورد بتاعه واليوزر نيم، بيتأكد إن المواد بتاعته متسجلة. دي أول نقطة. النقطة التانية إن لازم يكون دافع المصروفات بتاعته، لأن السيستم كله إلكتروني. لو ما دفعتش مصروفات الدراسة كده معناها إن التسجيل بيتلغى. النقطة التالتة إن الطالب اللي مجاش المحاضرات ولا سجل مجموعات دراسية ولا دخل من أول الترم ده، هيجي يوم الامتحان مش هيلاقي اسمه. وطالما ما لقيتش اسمك في الميد تيرم، يبقى بالتالي مش هيبقى اسمك موجود في الفاينل اكزام. الحاجة الرابعة ان هنزل جدول فيه تكليفات لكل الفرق. كل استاذ هيكلف الطالب بتاعه بشيء، عشان انت عندك اعمال سنة هتسلمها وانت داخل امتحان الميد تيرم. فهنزل جدول لسنة اولى في كل مادة كده قدامها تكليف، كل مادة قدامها الطالب يعمل ايه، كل مادة الطالب يعمل ايه، كل مادة قدامها الطالب يعمل. يبقى جدول كده، مثلا مادة النظم يبقى في تكليف الدكتور هيكلفك بيه تعمله وتجيبه وانت جاي يوم الميد ترم تسلمه في نفس يوم المادة، في نفس يوم المادة. فدلوقتي مثلا مادة الإحصاء أنا هنزلك في الجدول مطلوب منك ايه، لأن انت عندك 20 درجة تانيين غير العشرة بتوع الميد ترم. فعشان الكورونا والكلام ده، يبقى انت جيت اهوت امتحنت الميد تيرم وعملت تكليف الدكتور طلبه منك. هعمل جدول الاولى والتانية والتالتة والرابعة. الجدول ده عبارة عن تكليفات طلابية بأعمال السنة. هيبقى عندك المستوى الاول فيه 7 مواد ومحطوط قدامهم التكليف المطلوب منه. التكليف ده تعمله على ورقة على حسب نوع التكليف، وتكتب عليه اسمك وبيانك وتيجي تسلمه يوم الامتحان الميد تيرم. تمام. يبقى انا هعمل 4 جداول للمستوى الاول والتاني والتالت والرابع، والجدول خلال الاسبوع ده كله هينزل التكليفات كلها، اسمها تكليفات لطلاب المساحة سواء المستوى الاول او التاني او التالت. محدش هيقدم التكليف الا اذا كان اسمه اصلا عندي في الامتحان. يعني الطالب بقى اللي متسجل على السيستم من غير ما هو مسجل مواده، من غير ما جه خد سجل مجموعات الدراسية، من غير ما حضر وجيلي فجأة كده الاقيه يوم الميد تيرم، ده مش هتلاقيه اساسا. انت مش هتلاقي نفسك اساسا، وانت لازم تكون عارف ان في التزام من البداية. وسبناك دلوقتي اسبوع واتنين وتلاتة واربعة، ده الاسبوع الخامس، ده الاسبوع الخامس لسنة اولى. يعني أولى كده خدت 4 أسابيع وده الأسبوع الخامس، سنة تانية وتالتة ورابعة ده الأسبوع السادس. فأنت بتمتحن دلوقتي في الأسبوع السابع، وده يعتبر ميد ترم. فإذا كنت أنت ما عندكش تقدير لهذا النظام، يبقى تمشي منه بقى بعد إذنك. وكلامي واضح أهو، والكلام ده يطبق في خلال 4 أيام، سبت وحد واتنين وتلات. الأربع والخميس كل حاجة تتقفل، عشان أبدأ أجهز نفسي للمعامل وأجهز نفسي لكل حاجة. تاني، رقم واحد، تدخل على السيستم دلوقتي عندك مشكلة في الباسورد توجه للإدارة. تدخل على السيستم تلاقي نفسك دلوقتي موادك متسجلة، تمام، دفعت مصروفات الدراسية اللي انت جاي وعارف ان هو برنامج نوعي، تمام، اخترت المجموعة الدراسية وحضرت محاضراتك 6 محاضرات، تمام، خدت جدول التكليفات اللي اتحط على الصفحة هينزل خلال الأسبوع 4 جداول، خدت جدول التكليفات وبدأت تعمله على راسي بقى من فوق، تقوم تجيلي في امتحانات الميد ترم من يوم السبت للسبت اللي بعده. فترة الامتحانات كلها بتبقى أجازة، يا دوبك بتيجي تمتحن وتمشي على طول. وهنزل لك اسمك والمكان والقايمة وكل حاجة هنزلها لك على صفحة الفيسبوك بتاعتنا. ولازم يكون معاك اجراءات الاحترازية بتاعتك، مش هتدخل المعمل الا اذا كنت انت دلوقتي لابس جوانت في ايدك عشان تستخدم كيبورد، وفي نفس الوقت لابس الكمام.
غير كده مفيش اي ورقة او اي قلم ممنوع، ومعاك طبعا البطاقة الشخصية بتاعتك. اللي معاه كارنيه تانية او تالتة او رابعة يبقى معاه كارنيه، اللي معاه البطاقة الشخصية يدخل الامتحان بالبطاقة الشخصية. ومش هنزل اسماء الا الطلبة اللي جولي واشتغلوا. قدامك 4 ايام تحاول تعمل كل الاجراءات اللي ناقصالك، ومش عاوزة ولا مشكلة من اي طالب لو سمحتوا. وشكرا.